برصاب که گوبل کسنا گه احمد عبدی فلایو مان تقر کمی دور باهین تا کل هد لیه حفیز کیس مقاله دعیر گابو ایا که هد لی حالت داباره ده کسی در ایسه گوبل کسنا گه هل که ای مرا ایسون نبود گلیه ده دگمه دعیر فوین یا ولی بسی دو کلی سلدی گه امارات که عرب تو کدی سنا یا مقاله ده بربرا وحنا او برصاب که حس بگه معارض که ای ودانی یا بلوشه ده گوبل کسنا گو گد دیگه این ای سمیان وحمد دهره اداوی که گسو هر چه دان دسمه سلدی گه امارات که عرب تلگه سی یا مقاله ده بربرا مان تا شرکه جلد وحود داریه كيت اللي بتكليه عبارةها إيوه سلكي بربرة إن مارك هراء هرامين على شيء جي أو لقط الواقع جي إن مهدهرات لو وضوضه وحسب جا إن وضاري أه على حسب جا وضاري يعدي كلا منطقة لنا نبضة وحيلي سبع بتشيران مهدهرات سيل الدولة يو المهدهرات كلا الدولة إلا قبطه وقول إن شاء الله عند دولة دي الدعوان هيسان فصح لما صبين وممنوع مظهرها ذا وأنا كأقول هاي والدولة أي فصح هذي ما تشين سلقي بالبراءات بنو تاجر سنة هاي رنتي ذلك واحد إنه يجمعني مدحونا قرقة وأنا أضر إنه محافظ إياه معارض بس قبل مدحونا أحمد عبدي فلاي برساب كجبل كسناج وهذا الكيس سيو توه حوكاه لي حالة دعبارة ذي كسي دري سي جبل كسناج دعبارها سي جبيه أنا تقول يقول هم جبل كمان مل أرض بيمار مر والبنا وكاه تولد ويدالي شهر رنتي جدة تاكل أنت هر قرن ويدالي وحي هلا عليه قعن توضا سوقة أم بجبل الله وقي بيانسي وكر بهي بنيهين أدبر رنتي لبلا قلبا وأمان مش قدر نت بيمار إسا تدكيب أمان تهلس كودي قدره يو تبر دره يو حال آن أم بحسابتي وعليه هاي أرنتي أن أدي أذكر باقي يا باق دير ألا يا هاي هل كدت كرتوا إيرير سنك كرهان رير إرجابو وألا لقي وح أي بحيان والمال كنا ما أنت أوجه هاي وأي أبارها كده تكلمت أبارها هير قبل أي أسوأ ريشين ما يصير وح الناك هنا وأن أوجن هاي ولا كدت كأبارها هلوجي أنا ما أنا أرجع وهلا يور إلهي سبحانه وتعالى كبقى الوح اللي ديسيه كم هدية تتكينا دبعتي سن إتبع لي سن أقول بده ودك دقيه أو هشان أبدي برا قرب شوقة يردي كل dalo ilaahay waxa uu siiyo ka bixiyo dadka masakiinta ah ee xoolay ka baxeen ee waxa aanta bala baahsan ay hayso iyagana waxa aad u baahli kartaan u bixiyo siya sidoo kale na barasaabku waxa uu ka warbixiyay kormeerro muddooyinka u dambeeyay ugu koorgelayay xaaladda nabadgelyada deegaanada hoos imaada degmada Ceelaf weyn ee gobolka Sanaag nabadgelyada meel waxan bay maraysaa fulilay alxamdu waa weydiin intii aanu ka maqla gobolka meelihii Ceelaf weyn iyo nawaaxigeeda aniga iyo san muuse iyo ciidamada booliska raakiisho military ka hooseysa shalanka dhamaantii waxa la maraynay goobay ay wax ka yir jirjireen aad iyo aad baad dadweynuhu u soo dhaweeyay xagga nabada gacantana ilaah baa ku hayay laakiin iyaga sabab u ah way dadaaleen aad baa lagu amaanayaa ciidanka nabadgelyada ee military aad baa lagu amaanayaa 8 bilood oo dhawdhawey imu joogeen gabagabadiina barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay waxa uu dadka dhuxusha shida uga digay xaalufku ay ku hayaan deegaanka isagoo sheegay inay dhawaan gubeen in ka badan 300 oo kiisho dhuxula deegaanka yadoo waa marinay waa aragtay dhuxushii waxa uu soo gubnay oo lagu baaqayna kama joojin la baaq waxa uu soo gubnay 300 oo xabadood oo in ka badan oo maxaan ku dhahday dhuxul ah waxaan leenahay war deegaankeena ay laashanno inaga ku nool xoolaheena hadii ilaahay maanta raxmaan keeno nolosha waa deegaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Television ka caalamiga star magaalada Ceergaabo.